أهلا بيكم، هنبدأ النهاردة مرحلة جديدة من 5 فن هتبقى الصوت والصورة. هننقد فيها أعمال فنانين من مختلف الأماكن، كمان هننقد وهنشرح جداريات وأيقونات داخل الكنائس والأديرة أثرية ونقارن بين القديم والجديد. كل ده هيبقى موجود في 5 فن. النهاردة هاخدكم ونروح على كنيسة سربيوس وواخوس، مش اللي في مصر، هتعرفوا بعد الفاصل هي فين. خليكم معايا. اهلا بيكم، النهارده هاخدكم لدير ماري ساركيس، او اللي بيسمى برضو دير ماري ساركيس وباخوس، او احيانا يسمى كنيسة سربيوس وواخوس، نفس الاسم اللي عندنا في مصر بالظبط. بس المرة دي احنا رايحين الدير اللي في سوريا، وهنشوف فيه جدارية مهمة جدا 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 لقديس ماري ساويروس الانطاكي. وبعد كده نرجع تاني لمصر ونشوف جداريات ساويروس الانطاكي عندنا في مصر شكلها ازاي. تمام، بس الجدارية دي مهمة جدا وهقول لكم ليه. تمام، قبل ما نعرف شرح الجدارية او نتكلم عليها، انا لازم اعرف الاول تاريخ الدير عشان اعرف الجدارية دي اترسمت امتى، ظروف رسمها كان ايه، كل الكلام ده. تمام، فما ينفعش مثلا انا اخش الدير اقول اه دي رسمت كذا وخلاص كده يعني، لا انا لازم اعرف تاريخ الجدارية، اعرف الدير نفسه مين اللي قاعدين فيه، كل الكلام ده كله. تمام، طيب دير ماري ساركيس وباخوس او ساركيس وواخوس موجودة في سوريا، موجودة في المحافظة او المدينة هي ريف دمشق، والمنطقة معلولة، واحيانا لو حبيتوا تعملوا سيرش عليها هتبحثوا عنها في صدد بدمشق. تمام، طيب الدير ده بيرجع لامتى؟ للقرن الرابع. تمام، الطائفة اللي موجودة فيه هي الروم الكاثوليك. تعالوا نعرف بقى أكتر عن تاريخ الدير. طبعا الدير ده من أهم الأديرة الموجودة في سوريا، بيجيله السياح من كل أنحاء العالم. الدير اتأسس في القرن الرابع للخامس، واحنا زي ما احنا عارفين ان اي دير احيانا بيبقى مثلا اتأسس في القرن الرابع الخامس، بس حصلت ظروف اضطهادات هدم فبيتهدم ويرجع تاني يتبنى على الانقاض دي دير تاني. تمام، فهو نفس الاحداث اللي بتحصل في الاديرة في كل العالم يعني. بالنسبة للدير ده اتأسس في القرن الرابع للخامس، واتعمل على انقاض معبد وثني، اتهدم رجع اتبنى تاني سنة 1792، وهو من ممتلكات الرهبانية الباسيلية. تمام، اللي هما بيرجعوا لقديس باسيليوس. اتعرضت مرة تانية للهدم وتعاد بنائها مرة تانية سنة 1869. تمام، طبعا في تعديلات ترميمات طول الفترة ديت وطول العصور اللي مرت على الدير، لكن اهم حاجة بتميز الدير واللي فضل محتفظ بأثريته هو حامل الايقونات او الايقونستاسز الحجري مش خشبي. تمام، يمكن احنا بنشوف في الحجري دوت اللي فيكم راح جندلة هيلاقي نفس الايكونستاسز او حامل الايقونات الحجري ده، حاجة روعة هناك يعني، اشجعكم تروحوا تشوفوا في دير الجندلة. تمام، الايقونات الموجودة في الدير مهمة جدا، ترجع ل 1813. تمام، بريشة الفنان ميخائيل الكريتي، وفي بعض الرسومات بريشة الأسقف إبراهيم اليزكي. أهم الجداريات الموجودة على الجدار الشمالي زي ما انتوا شايفين كده في الصورة، اللي هي جدارية العذراء المرضعة. زي ما احنا عارفين ان جدارية العذراء المرضعة يمكن كانت أساسها عندنا في مصر، هتشوفوها في الدير الأحمر ده القرن الرابع والخامس الميلادي، تشوفوها كمان في عمود في دير السوريان كتير جدا للعذراء المرضعة، هتلاقوها برضو في المتحف القبطي جداريات من بويط. تمام، نرجع تاني للدير بتاعنا، احنا قلنا الرسامين هو ميخائيل الكريتي والاسقف ابراهيم اليزكي، والجدارية بتاعت العذراء المرضعة دي موجودة على الجدار الشمالي. جنب الرسومات دايما هتلاقوا في لغة سريانية مكتوبة بحروف جلدانية شرقية.
تمام جنب الكتابات اليونانية، يعني الأيقونات الرسامين اللي لما رسموا كاتبين حواليها باللغة الكلدانية السوريانية بحروف كلدانية، وكمان بكتابات بحروف يونانية. تمام، بالنسبة للهيكل بقى اللي موجود داخل دير ماري ساركيس هنلاقيه مختلف عن باقي الأديرة وعن باقي المذابح الموجودة في العالم كله. مذبح رخامي، بس مش هو ده المميز فيه، انما المميز فيه ان هو احنا عارفين ان المذابح معظمها مربعة، المرة دي المذبح هو نص دايرة. تمام، الحواف بتاعته مرتفعة شوية، يعني له زي السجاف كده حواليه، وهوريه لكم برضو. وفي الغالب البعض قال ان هي متأثرة في التصميم بالمذابح الديانات الوثنية، لان المكان نفسه كان معبد لعبادات وثنية، وبعد كده المذبح اتحول لمذبح في مسيحي بقى في العصر المسيحي لما دخلت المسيحية. تمام، المذبح الفريد دوت تقريبا نقدر نقول عليه هو أقدم تصميم لمذبح كنسي في العالم، وعليه الصلوات من سنة 325 ميلادية حتى الآن. تمام، الدير من بره حواليه بعض الآثار الرومانية اليونانية، كمان هناك في كهوف، لان احنا عارفين ان هو دير زي ما احنا قلنا، ففي طبعا كهوف وفي كمان مدافن. تمام، داخل الكهوف والمدافن دي موجود برضو بعض النقوش اليونانية. الدير زي اي دير بيحتفل بالعيد القديس بتاعه في اكتوبر او 27 الاول، بيبقى فيه احتفالات كتيرة جدا زي مولد، ولو ان انا مبحبش تسمية مولد، بس بتبقى احتفالات زي ما بنشوف مثلا في مراجل باسم الدمسيس، في مثلا الدميانة في البراري. تمام، فبيبقى فيه احتفالات دينية وشعبية كتير، وبيجي للدير ناس كتيرة خالص في الفترة بتاعت الاحتفالات دي اللي هي بتبقى في اكتوبر 27 الاول. تمام، تعالوا بقى جولة كده داخل الدير ونشوف الجداريات، وفي نفس الوقت نبص على الجدارية اللي احنا هنشرحها النهاردة اللي هي جدارية ماري ساويروس الأنطاكي. تمام، زي ما انتوا شايفين هنا الجدارية اللي فوق، هنا الرسل وفي وسطهم الملاك ميخائيل ماسك الميزان، وفوق المسيح بانتوكراتور جنبه العذراء، وهنا الملائكة، وهنا طبعا صورة للقديس ماري ساركيس. جنبه على الكونش هتلاقوا هنا ماري ساويروس الأنطاكي، والقصة جميلة اللي احنا عارفينها عنه ومش هحرقها، هنكمل برضو شرح وبعد كده اقول لكم عليه. الناحية التانية برضو نشوف جدارية كده من كل الأماكن، يعني هتلاقوا برضو هنا سربيوس وواكوس. تمام، وده شكل الجدارية، انا حبيت اوريه لكم هنا لان مش هتلاقوها في الصورة واحنا بنشرح نفس التفاصيل ديت. هنا الملاك والمذبح والكاس والكاهن لابس ملابس الخدمة، والطاقية طبعا صغيرة مش زي طاقية ماري ساويروس الأنطاكي. هنا ماري ساويروس الأنطاكي بلبس رهباني عادي وماسك سلسلة او سبحة. كتابات هنا سوريانية بحروف كلدانية موجودة هنا كمان على الجنبين، برواز زي ما انتوا شايفينه كده، بس طبعا يعني تقريبا اتمست ملامحه، بس هو كان واضح ان هم حاطين ماري ساويروس داخل البرواز ده، بعدين على الجنبين بيحكوا القصة بتاعته. تمام، تعالوا نشوف بقية الأماكن الموجودة في الدير. ده بقى المذبح اللي انا قلت لكم عليه، المذبح نصف دائري وله حواف، وده بيرجع للعصر الوثني، والشروحات اللي بتتقال هناك بالنسبه للسياح يعني يقولوا ان هي فعلا المذبح ده بيرجع لفتره ما قبل المسيح، وبعد كده طبعا بقى اتحول لمذبح مسيحي بعد كده. والمذبح الثاني ده منحوت بقى في العصر المسيحي، ده موجود بعد كده، وهو شكله مستطيل الشكل و تحت بلتكين زي ما انتم شايفين، وهو محفور على الصخر على شكل قبب كده متتالية. تمام، والبلتكين ده فيه صورة للعذراء، وهتلاقوا ان هو اتنفذ سنة 1824، يعني ده بالنسبة للمذبح التاني.
تمام. اما البزمح الاولاني اللي هو احنا شايفينه ده، هو ده اللي هو من العصر الوثني، تمام، بالحواف بتاعته، لان انتوا عارفين برضو ان كان بتقدم زمان ذبائح دمويه، تمام، للالهه الوثنيه. بعد كده اتحول، وفي العصر المسيحي طبعا مفيش ذبائح دمويه، تمام. نكمل. بالنسبة للجدرية بقى اللي احنا هنشرحها النهاردة، اللي هي جدرية ماري ساويروس الأنتراب، دي أحد الصورة أنا لقيتها. للأسف إن الجدرية اتشوهت طبعا بالكتابات زي ما انتوا شايفين كده، ممكن تكون شوية واضحة في الصورة، بس دي متاخدة عن هيومن رايتس سنة 2013، مقالة مكتوبة في سنة 2013 ان الجدارية اتشوهت بكنيسة ماري ساربيس في صدد بسوريا بعد احتلال مقاتلي المعارضة للكنيسة في اكتوبر سنة 2013، تمام. طبعا مكتوب على الرسم بعض الجمل، تمام، اللي شوهت الجدارية. نيجي بقى للجدارية بتاعتنا والشرحها. زي ما انتم شايفين هنا، احنا قلنا تحت النجفة دي في الملاك، تمام، وهو بيوجه الكلام للكاهن. الكاهن لابس ملابس الخدمة البيضة، وعندنا هنا مسبح وعليه كاس من غير الذبيحة، تمام. والناحية التانية قديس ماري ساويروس الأنطاكي لابس لبس الرهباني، تمام. طبعا من مميزات الرسام ده ان هو يعني بيلبس، بيحب يبين الراهب بملابس فضفاضة كده، يعني هتلاقوها متكررة في كل الجداريات اللي داخل الكنيسة. لكن انا معرفش انهي واحد في الرسامين اللي رسم، اللي انا ذكرتهم يعني، انهي واحد فيهم اللي رسم الجدارية دي، تمام. المهم بنلاقي ان هو لابس العمة، تمام، زي ما انتم شايفين، وماسك السبحة في ايده، ملابس الرهبانية. بالنسبة بقى للصورة اللي في النص، ماري ساويروس الأنطاكي لابس الملابس بتاعة الكهنوت اللي بتليق فيه المزخرفة بقى كبطريرك، وماسك عصا الرعاية زي ما انتم شايفين، نفس شكل عصا الراعي اللي بيرعى الخراف، تمام، وماسك في الايد التانية صليب، والعمة زي ما انتم شايفين كبيرة جدا جوه، يعني فوق الراس بتاعت ماري ساويروس الأنطاكي، لان هو تاج السوريان، تمام. وربما ان يكون في الوقت اللي رسم فيه الرسام ان دي كانت شكل العمم اللي بيلبسوها البطارقة او الاساقفة بالبوزة اللي هي من فوق، زي ما احنا متعودين ان احنا نشوفها بالنسبة للسوريان، تمام. زي ما انتم شايفين هنا كمان اخر العمود بتاع العصاية بتاعت الرعاية مدبب في جدارية تانية، مصورين ماري ساويروس الأنطاكي وهو بيضرب تنين، تمام. يعني التنين هنا بقى يرمز للشيطان او يرمز للهراطقة، تمام. مش ان هو كان فيه تنين بقى وكده، لا، يعني مش مفيش اساطير هنا بقى، تمام. بس هو ايه يعني، ده تصوير الفنان اللي هو حاول ان هو يوضح ان هو ماري ساويروس الأنطاكي دافع عن الايمان الارثوذكسي وكان بيحاربهم، والتنين ده هو الشيطان او الهراطقة، فكان يعني بيضربهم بعصا الرعاية بتاعته زي ما انتم شايفين كده. دي عصا الرعاية، هي باللولوة دي زي فعلا عصا الرعال بنشوفهم، والمدبب من تحت، تمام. القصة طبعا او الجدارية، قصة الجدارية دي القصة اللي احنا كلنا عارفينها اللي حصلت في مصر لماري ساويروس الأنطاكي، لما اضطر ان هو طبعا يسيب مكانه ويجي لمصر، وقعد في مصر فترة كبيرة حوالي 20 سنة لحد ما اتنيح في سخا. والقصة بتدور ان هو كان بيحضر قداس، والكاهن الخديم كان طبعا ما يعرفش ان في بطرق معاه بيحضر القداس وهو بيصلي، الذبيحة اللي حصل لها اختفت،
فطبعا احنا عارفين بقى ان هو ايه اللي حصل. الملاك هو قال بل ده انا بسبب خطيتي ربنا مش عايز ان انا اكمل الذبيحة، لكن الملاك ظهر له وقال له لا، لكن في رتبة اعلى منك هي موجودة هنا. فبدأ يسأل لحد ما عرف ان هو ده ماري ساويروس الانطاكي. يعني الجدارية بتحكي عن قصة حصلت عندنا في مصر. طبعا الجدارية دي انا ما شفتش ليها مثيل تاني عندنا في مصر. الجداريات الموجودة في مصر انا هعرضها عليكم، تمام؟ في اتنين منهم هعرضهم كده مرور الكرام، وفي اتنين تانيين هنركز عليهم، تمام؟ فدي من اهم الجداريات، انا ما شفتش طبعا مثيل ليها لحد دلوقتي. ربما في يعني الابحاث الحديثة والاكتشافات كل يوم بيبقى فيه جديد، فما نقدرش نقول هي دي هتبقى الوحيدة، ربما يبقى فيه غيرها، لكن لحد دلوقتي هي مميزة ملهاش مثيل. ربما ما فيش حد تاني تناول القصة ديت في رسم أيقونة ماري ساويروس الأنطاكي إلا بعض الأيقونات الحديثة حاليا، يعني الرسامين يعني في العصر المعاصر بتاعنا، يعني اللي بدأوا يتناولوها ويحطوها في خلفية الرسم، تمام؟ انما بالنسبه لي زمان يعني ما شفتش يعني نفس اتخاذ القصه ديت كرسم جداريه الا في كنيسه صدد او ماري ساركيس، دير ماري ساركيس، او كنيسه سابيوس وايوس، تمام. تعالوا نمشي من سوريا ونروح على مصر. هنبص على صورتين، واحدة منهم جدارية قديمة وواحدة حديثة. أنا بحاول أوريكم تصوير ساويروس الأنطاكي يعني في مختلف البلاد ومختلف العصور. عندنا هنا الأيقونة ديت دي في العصر الحديث، طبعا في تسعينيات القرن الماضي، لعبدور لطيف ويوسف نصيف، تمام. طبعا تلاميذ دكتور إيزاك. وهنا مصورين ماري ساويروس الأنطاكي بلبس الرهباني، تمام، والقرنصوة السريانية والهالة، والملاك بيحط الأكاليل، وماسك طبعا الكتاب المقدس ورافع ايده بعلامة التعليم والبركة. كمان هتلاقوا في الخلفية هنا المركب اللي جه فيها ماري ساويروس. ورا هنا هتلاقوا في منارة كبيرة وكنيسة اللي هي منارة الإسكندرية أو كنيسة الإسكندرية. وطبعا من مميزات بدور لطيف ويوسف نصيف إن هم كانوا دايما يعني يغلفوا اللوحة بعناصر جمالية كده، زي الحمام اللي موجود بيطير حوالين ماري ساويروس الأنطاكي في طريقة قصصية كده جميلة شعبية يعني. فدي بالنسبة للعصر الحديث. في الغالب هي اتعملت حوالي 1900 وحاجة، تمام، في تسعينات القرن الماضي زي ما انا قلت لكم، رسم بدور لطيف ويوسف نصيف. ده في العصر الحديث. نرجع شوية لورا، هنروح على القرن 13 لجدارية في دير الانبا انطونيوس. طبعا الصورة دي انا واخدها من موقع انبا تيكلا، لكن في صور احدث من كده، ان هو طبعا الدير اتجدد فالصور بقت ازهى من كده بكتير، بس انا ما عنديش حاليا صورة لماري ساويروس الأنطاكي حديثة يعني من الدير. تصويره برضو راهب لابس القلنسوة السريانية، هالة من نور، لابس البدرشيل، ورافع ايده بعلامة التعليم والبركة، وماسك الكتاب المقدس اللي عليه صورة للسيد المسيح، تمام. تعالوا بقى ايه نرجع لورا شوية كمان، وهي دي الجدارية اللي احنا هنشرحها النهاردة في مصر، وهي في السوريان. بالنسبة للسوريان بقى، الأول أنا طبعا أحب أشكر صفحة الترميمات الخاصة بدير السوريان، أن أنا لما سألتهم على هل في مثلا صورة أو جدارية أو أي حاجة لساويروس الأنطاكي في الدير، نصحوني أن أنا أقرأ بحثين، الاثنين للدكتور كارل إنيمي، تمام. لما دورت بقى في الابحاث ديت، انا جبت لكم جزء الخاص بساويروس الانطاكي في الابحاث ديت وترجمته او اختصرته يعني عشان ما يبقاش الفيديو طويل عليكم. اول حاجة
في باب النبوات. انا يعني كتير روحت ادرس السوريين بس ما خدتش بالي ابدا من الا لما قريت البحث ان هنا عندنا في الباب الخشبي ده بيرجع للقرن العاشر، هو موجود ما بين الصحن والخورس. تمام، لو بصيتوا على الطرفين دولت، طرف الباب من هنا وطرف الباب من هنا، هتلاقوا ان هنا مرسوم في الجزء اللي انا بشاور عليه ده، الجزء ده فيه قديس بابا ديسكوروس، وقصاده الناحية التانية على طول هنا البابا ساويروس الأنطاكي. تمام، يبقى كده اهو الاتنين قصاد بعض، بابا ديسكوروس قصاده البابا ساويروس الأنطاكي. تمام، أو الأنبا ساويروس الأنطاكي. تمام، طيب يبقى هما الاتنين بطرقين، واحد بتاع السوريين واحد بتاع الأقباط، قصاد بعض كده ايه على الباب من الناحيتين. هقول لكم برضو على بقيه الصور وبعد كده نكمل شرح. دي صوره اهيت الاول، ماري ساويروس الانطاكي. تمام، هنا صوره ماري مرقص الناحيه الثانيه اغناطيوس الانطاكي. يبقى هنا البطرقين وراهم على طول مؤسسين الكنيسه. تمام، اللي في النص بقى عندنا السيد المسيح بتصوير البنتوكراتور، وعندنا هنا العدر. تمام، طيب تعالوا نبص بقى الاول على التصوير بقى الخشبي او الحفر الموجود هنا في الباب. احنا قلنا ان الباب دوت طبعا ايه اتعمل في القرن العاشر، والموجود اللي يروح بقى موجود فين؟ بين الصحن وبين الخورس على الطرفين كل ناحية. هنلاقي قديس ساويروس وقديس ديسكوروس كممثلين للعقيدة الأرثوذكسية، واحنا عارفين ان البطرقين حاربوا الخلقدونيين والهرطقة ووقفوا ضدهم، وماري ساويروس قعد عندنا في مصر 20 سنة، قعد في المنفى من 518 لحد 538. تمام، ربما ده كان سبب تأسيس الدير، ان السوريان بقوا بيلاقوا راحة عندنا هنا في مصر، وبقت فيه ترابط وعلاقة قوية جدا بين الكنيسة السوريانية والكنيسة القبطية. واحنا عارفين ان دير السوريان في فترة من الفترات كان دير مختلط، يعني في اقباط وفي سوريان. مع التجديدات بتاعة الدير اكتشفوا ان في رسوم تانية كمان لماري ساويروس الانطاكي غير الرسم اللي موجود على الباب الخشبي ده، وكمان اكتشفوا ان يعني كان برضو بيقال ان الرسوم الموجودة في الدير هي رسوم سريانية فقط، لكن بعد كده اكتشفوا طبقات تانية لجداريات قبطية. تمام، الاعمدة اللي لقوها ديت هي الاعمدة الشرقية. تمام، ولقوا برضو واحد للبابا ديسكوروس، وقصاده على طول في الناحية التانية يبقى بديهيا مين بقى؟ ساويروس الأنطاكي. تمام، لما نيجي بقى هنا نبص على الحفر بتاع الباب، طبعا هنا نحت بارز وغائر ومطعم بالعاج، وهنلاقي مكتوب هنا اسم الأنبا ساويروس الأنطاكي، طبعا ماسك الكتاب المقدس، نفس التصوير بيتكرر. زي ما قلت لكم هي جدارية صدد مميزة، ما فيش مثيلتها في العصور القديمة غير هناك لحد دلوقتي. يعني العمودين اللي هم اكتشفوهم ده اللي فيهم ماري الأنبا ديسكوروس والبابا ساويروس الأنطاكي، دول يعني حديثين لسه يعني ما مكتشفين. تمام، طيب بالنسبة لتصوير ماري ساويروس الأنطاكي، زي ما احنا قلنا هو مصور اهو واقف حفر بارز وغائر ومطعم بالعاج، قلنا ان هو بيرجع للقرن العاشر، مكتوب اسمه باليونانية مكتوب هنا حواليه زي ما انتم شايفين كده شجر السروق، وشجر السروق ده هنستغرب شوية ليه الفنان استخدمه، هو في العادة ان هو بيرسم او بيستخدم شجر النخيل رمز الانتصار. تمام، انما هنا شوية مختلف، يمكن ده السبب، يعني ان حزقيال النبي قال في السفر
في إصحاح 31 آية 8، الأرز في قناة الله لم يفقه، السرو لم يشبه أخصامه. فهنا احنا عارفين الفنان المسيحي بياخد الرموز بتاعته بيستقيها من الكتاب المقدس. فهنا شجر السرو أحد أشجار الفردوس زي ما ذكر حزقيال، فهو استخدم هنا شجر السرو في كل الصور الفوق اللي احنا شايفينها ديت، مع البابا ديسكوروس، مع ماري مرقس الرسول، مع المسيح، مع العذراء، كلهم حواليهم نفس الورقتين الشجر، تمام. وزي ما قلنا هو لابس التونيك والباليوم وماسك هنا الكتاب المقدس وفي ايده التانية صليب، تمام. طب تعالوا بقى نكمل ونشوف الموضوع بتاع الأعمدة. ده الجزء الموجود في البحث وانا مترجماه قدامكم بس طبعا باختصار، تمام. العمود اللي انتوا شايفينه ده بتاع البابا ديسكورس، تمام. ان بتاع البابا او الانبا ساويروس الانطاكي هيبقى يعني ممحو، او يعني معظم الملامح مطموسه فيه، بس احنا عرفنا منين هو بتاع الانبا ساويروس الانطاكي علشان هو قصاد بتاع البابا ديسكورس على نفسه، وده كان مفهوم الفنان، دي كانت فلسفته. هنلاقي ان هو بيكرر كل شويه نفس الفكر، مرة في الباب الخشبي هنا وهنا، تمام، مرة في العمود هنا وهنا برضو قصاد بعض. فكأنه بيقول، أو فلسفة الفنان اللي شغال في الكنيسة، إن هو ده هما دول العمودين اللي اتبنى عليهم اتبنت عليهم الكنيسة، اللي في علاقة صداقة قوية بين الكنيسة السريانية والكنيسة القبطية. ففي عمود البابا ديسكوروس اللي وقف قدام الخلقدونيين، وبرده البابا او الانبا ساويروس الانطاكي اللي وقف قدام الخلقدونيين، تمام، او اللي وقفوا الاثنين قدام الهرطقة، تمام. فيعني ده اللي يشوف بس فقط الجدارية دي والصورة بتاعت الباب يفهم على طول ان الفنان المسيحي او الفنان القبطي كانت له فلسفة في الرسم، مش مجرد رسمة حلوة انا برسمها على الحيطان وخلاص، لا، في فلسفة. ما بيرسمش اي حاجة كده وخلاص، تمام، فبيبقى له هدف ومقصد وهو بيرسم. فياريت احنا برضو نرجع تاني لنفس الفكرة، ميبقاش هدفنا ان انا ارسم صورة حلوة وخلاص، لا، انا عايزة اقدم فكرة، انا اقدم الايمان بتاعي داخل الرسوم الموجودة في الكنيسة، واقدم فلسفة ايماني، تمام، عشان دي اللي بتوصل للبسطة. خلينا في موضوع الجدارية بتاعنا. بالنسبة للعمود أو الجدارية اللي موجودة ديت على العمود، موجودة في الصحن الشمالي، تمام، على العمود الشرقي. العمود الجسم بتاعه الأصلي اتحطت عليه طبقة من الجص وبعدين اترسم عليه على طول، مفيش طبقة تحضير تانية بقى، تمام، يعني الرسم كان مباشرة على الجص، تمام. طيب العمود ده بيرجع امتى؟ للقرن الـ13، تمام، وبيصور ان البابا ديسكوروس، تمام، عرفنا منين هو البابا ديسكوروس؟ هتلاقوا فوق هنا عند الراس من فوق حروف يونانية، بعض الحروف اليونانية اللي فاضلة، يعني زي ما انتم شايفين هنا في البحث الدلتا والايتا وبعض الحروف، يعني مش كلها. والأكد لنا بقى ان هو البابا ديسكوروس ان هنا في مربع كده كتابة كله بالحروف باللغة السريانية، تمام، ان ده هو البابا ديسكورس. طب نيجي لوصف الشكل بتاعه، لابس القلنسوة، اللبس الرهباني، هالة النور، لابس 6 ميداليات، هما 6 بس، هما المفروض 9 بس هو اللي باين 6، تمام، 6 ميداليات، زي كهنوتي وبدرشيل احمر، وفي تحت البدرشيل ده لبس مزخرف كده في نقط، يعني ده لبس، يعني مش لبس راهب عادي بقى، ده لبس ايه، بطريرك، تمام. كمان مقابل العمود ده بقى هنلاقي العمود التاني في الوجه الشمالي، عليه برضو راهب، صورة راهب بس الملامح مطموسة غامضة، برضو لابس ملابس رهبانية، على اللبس بتاعه 9 ميداليات، هما دول اللي ظاهرين. بقية المنظر او الرسم اللي على العمود مش باين، مطموس،
في الغالب ان هو يعني حسب الابحاث او حسب البحث اللي موجود ان حصلت له تدمير في القرن ال18، هو مرسوم في القرن ال13 وحصل له تدمير في طبقة الجص في القرن ال18. حلو، طيب تعالوا نشوف الاتنين العمودين اللي قصاد بعض اكتر عشان الفكرة توضح. تمام، عمود البابا ديسكورس اهو، وعمود الامبا ساويروس الانطاكي. تمام، هتلاقوا في الخلفيه يعني هو الجداريه بتاعت الثلاث بطارقه ابراهيم واسحاق ويعقوب. تمام، طيب تعالوا نكمل كده. برضو هنا راهب لابس قرنصوه زي ما احنا قلنا، 9 ميداليات، الميداليات هنلاقي عليها صورة المسيح والملائكة و6 قديسين، ممكن يكون الرسل، ممكن يكونوا قديسين معاصرين مثلا يعني. تمام، وده نفس لبس البابا ديسكوروس اللي احنا قلنا عليه، هي نفس الميدالية اهي، بنشوفها هنا برضو في الميداليات اهي. تمام، بس هنا طبعا في طمس شوية وفي جزء مش موجود زي ما انتم شايفين، انا قلت لكم عليه ان هو اتشال، الطبقة دي وقعت في القرن ال18. تمام، لكن الرسم على العمودين من القرن ال13. حلو، طيب العمود ده بقى مش مكتوب عليه الحاجة تعرفنا ان ده ماري ساويروس الانطاكي، لكن انا عرفت منين؟ عرفت من فلسفة الفنان اللي راسم بابا ديسكوروس على الخشب في باب الخشب بنفس الترتيب ده قصاد ده. تمام، هنا الاقي العمود ده قصاد العمود ده، طب ليه؟ ما ممكن مثلا لو عمود تاني كنا قلنا ماشي، لكن ده قصاد ده برضه بنفس الفكره، فخلاص احنا عرفنا ان ده فكر الفنان، وان هو ده اللي يقصده، ان ده بابا ديسكوروس قصاده البابا ساويروس الانطاكي. تمام، بتمنى يكون الفيديو يعني حلو وخفيف كده وميبقاش تقيل. دي المصادر اللي انا اعتمدت عليها في الفيديو، يا رب يعني يكون عجبكم. هنهي بقى على طريقتنا بقى كمسيحيين، بقى كنا بنقولها زمان كده، كونوا عافين في الرب، او نقدر نقولها كده بالبلدي اللي هي اللغة بتاعتنا كده، ايه، خلتكم بالعافية. تمام، كونوا معافين في الرب، وجاي خانة تشويس. سلام.